تقريبا هذه سنه ملي درنا واحد الباديره ديال المتجر التضامني الياقوته. ودابا الحمد لله راه عندنا واحد العدد فيما فوق 170 مراه اللي مستافده معنا، ووليدات اللي مستافدين معنا في المتجر. احنا عندنا الوليدات كيستافدوا من شهر، من صفر شهر حتى ل 24 شهر، حتى العامين كيجيو الامهات ديالهم كيختاروا باريحيه الذوق ديالهم اللي هما اللي يحتاجوه، من رضاعات، من بيبرو، من ليتيتين، من لي بوسيت، كسوا، اغطيه، لي كوش، الحليب، دي كادو بوغ لي مامون، كاين كادويات للامهات، كاين المهم كل ما يستلزم وليداتهم يديو الحويجات. من فوا كيصغر كتدي تجي الام كتدي لولدها ولا بنتها كتاخذ داكشي اللي كيصلح في لاج ديال ولدها. فاش كيكبروا كيكبر ولدها شويه اولا ما يبقاوش يجيو الحوايج كيرجع كل ما هو صالح وكتولي تدي حويجات اخرين. كتمشي هكا العمليه حتى العامين. كنستافد انا من هذه الجمعيه، جيت ثلاثه المرات دابا كندي الحوايج وكنولي نردهم. ديت لي كوش والحليب، المهم مزيان الله يرحم الوالدين، عاد مزيان. راجلي خدام غير في القهوه كيعاونونا، انا عندي توامات كنستافدو مزيان، كيعطيونا الكسوه لي كوش الحليب مزيان الله يرحم الوالدين.